بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 36 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 57 بعد 506,000. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ. ده موضع بين مكة والمدينة، قرب بالقرب من المدينة، موضع اسمه روضة خاخ. قال لهم النبي: إيتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، يعني امرأة مسافرة، ضعينة يعني امرأة مسافرة، فإن بها ضعينة معها كتاب، كتاب يعني مكتوب، يعني جواب، خطاب، رسالة، معها رسالة يعني، فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، يعني تعادى بنا خيلنا يعني نجري عشان نلحقها، فإذا نحن بالمرأة، ودي برضو من علامات نبوة نبينا، إن ربنا يعلمه إن المرأة معها كتاب فيه إخبار بوقت فتح مكة، لأن النبي كان يريد أن يخفي فتح مكة بحيث يفاجئ قريش بالجيش، تقوم قريش تستسلم ما تحاربش، يقوم لا تراق الدماء. النبي كان عايز لا تراق الدماء، فهم؟ لكن لو بعت لهم قال لهم أنا حاجة أفتح مكة، هيستعدوا بجيش وتبقى حرب وتراق الدماء، وبرضه هيفتحها بس بعد إراقة الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى للكفار، فأراد أن هو يخفي ذهابه إلى مكة لفتحها، تبقى في السر، فبقى ده اسمه سر حربي. حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، ليه أموال في قريش وليه أهل في قريش هناك في مكة، ما أجروش لسه، وهو غريب عن قريش، ملصق يعني، يعني مش من العيلة، مش من الأسرة، فهم؟ فأراد أنه يبقى لي عليهم منا، يقوموا حافظوا له على ماله وعلى إيه أولاده. فقال: أنا أبعت لهم أخبرهم أن النبي إيه هيجي إيه يفتح مكة، علشان يبقى عليه لي عليهم فضل، يقوم مقابل هذا الفضل اللي لي عليهم يحفظوا له ماله وقرابته هناك، فهمت؟ فراح عامل الرسالة دي من ورا كل الناس، وبعتها مع امرأة وادها فلوس ثمن المصاريف تكاليف المواصلات، وقال لها ايه: روحي خبري قريش. ربنا اخبر سيدنا رسول الله وحي، عشان تعرف انه نبي مرسل يوحى اليه متصل بربه. ما هو لو كان ملك زي ما بيقولوا اليهود، ده ملك من ملوك العرب، ما كانش يعرف، هيعرف منين؟ فهم؟ وده مش عارف وبس، ده عرف ان الرسالة مع امرأة، وان المرأة دي هتلتقي مع سيدنا علي والمقداد والزبير لما يبعتهم في موضع اسمه روضة خاخ كمان، يعني حدد لهم موضع اللقاء مقدما.
يعني كل دي مش علامات نبوة كبيرة؟ فهمت بقى ازاي؟ المهم سيدنا علي وسيدنا المقداد والزبير وكان معاهم رابع، هنقراه دلوقتي في الروايات اللي جايه. راحوا لقوا المرأة هناك في روضة خاخ زي ما النبي قال لهم. معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعاد بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي كتاب، معيش حاجة. فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، حنفتشك تفتيش ذاتي. هذه معنى إيه تفتيش ذاتي؟ يعني هتطلعي اللي معاكي يا إما هنفتشك تفتيش ذاتي، يعني هنقلعك هدومك لحد ما نشوف الثياب فيه، فاهم؟ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وده دليل ثقة الصحابة في إخبار النبي، قال لهم ضعينا ومعاها كتاب يبقى معاها كتاب. برضو كلام النبي صادق عندهم خلاص. فأخرجته من عقاسها، لقيت سيدنا علي طبعا بص لها كده بصة خافت تترعب. سيدنا الزبير دول ده الواحد منهم جيش يا عمي، الواحد منهم كان يبقى في الجيش جيش لوحده. طبعا شخطوا في الست شخطة طلعت قلب الدتال خافت، ليها حق، ده لو انت معاها كنت هتجري، فاهم؟ من عقاسها يعني من ضفايرها، يعني كانت ربطها في ضفايرها، فهمت ازاي؟ في شعرها. فأخرجته من عقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه، شوف بقى برضو جابوا الكتاب وما رضوش يقروه. خد بالك برضو الصحابة والأدب مع النبي، هاتوا الكتاب ما لهمش اقروا الكتاب، ينفذوا تعليمات النبي بالحرف. لو احنا مثلا نجيب الكتاب ونقراه ونصوره ونكتبه ونحفظه قبل ما نوصل للنبي، فهمت ازاي؟ لكن لا، هم عندهم ايه؟ علشان تعرف دقة الصحابة في اتباع هذا النبي المكرم، وعشان تعرف كرامة هذا الجيل، جيل ما يتكررش، هذا الجيل لا يتكرر، فهمت؟ زي ما نبينا كده فرد لا يتكرر في الأكوان، تلاقي صحابته جيل لا تتكرر في ايه؟ في الأجيال. اعرف دي كويس. فإذا فيه قرأوا على النبي بقى، أول ما وصلوا قروا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو فتح مكة، يعني إن النبي يعزم على فتح مكة. هو النبي ليه عزم على فتح مكة؟ مع إنه كان عامل اتفاقية صلح الحديبية مدتها 10 سنين، فهمت؟ عاملها سنة 6 هجري، عمل صلح الحديبية 6 هجري، ان لا يهادن قريش لمدة 10 سنين مفيش حرب، كويس؟ امال فتح مكة ليه بعدها بسنتين؟ لان قريش خالفت شروط الهدنة وقتلت 2 من قبيلة من قبائل العرب اللي دخلت تحت حلف النبي، فهمت ازاي؟ فهي اللي خلفت، قريش اللي خلفت. النبي كان لا يعتدي ابدا، خد بالك لما تيجي تقرا سيرة النبي كلها كان يوفي بالعهود كلها، يعني لولا ان قريش عملت كده كان النبي فضل سايبهم 10 سنين. شفت قد ايه؟ لكن قريش قتلت 2 من القبيله اللي هي حالفت النبي، دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بسفيان للمدينه جاري عشان يقول للنبي احنا هندفع ديتهم، احنا هندفع ديتهم، مش ده كان غلط، واحد متهور من عندنا ارهابي من ارهابيين قريش هو اللي قتله، واخد احنا ما كناش نقصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يرفض يقابل ابي سفيان في المدينه، يروح لعمر يقول له لا ما اقدرش اوصلك ليه ابدا، يروح لسيدنا ابي بكر ما فيش، يروح لبنته ام حبيبه زوجة النبي بنته، يروح لها ويدخل عليها حجرتها يقول لها حاولي تتوسطي لي اقابل بس النبي، اقابل محمد بن عبد الله، اقابل مقابله بس. وبعدين عايز يستريح قعد على فراش النبي، قالت له قوم هتقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وانت كافر؟ تقول لي لابوها كده، فهمت بقى ازاي؟ عشان تعرف بس الجيل ده كان ماشي ازاي. طبعا ابو سفيان لقى نفسه تقابل مقابله متجهمه جدا، رجع قريش ساكت مش عارف سيدنا محمد هيتصرف ازاي في المساله دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على فتح ايه؟ مكه، لان هم اللي خلفوا العهد. فحضر جيش 12,000 مقاتل ما شافتوش مكة قبل كده منذ أن خلقها الله. شوف مكة دي منذ أن خلقها الله
ما جالهاش جيش بهذا العدد. والرسول صلى الله عليه وسلم عزم وفي السر مش يخبر حد. وقلت لك السر كان الهدف منه ايه؟ عدم إراقة الدماء. فاهم؟ حاطب بقى راح باعت الرسالة دي، قال يعني عشان يبقى لي يد عليهم. وهو بيقول لك حاطب، أصل حاطب كان راجل مؤمن بس راجل طيب شوية. قال ما هو النبي ربنا وعد نبيه بالنصرة، عرفوا ما عرفوا النبي منتصر منتصر، لكن أنا أولادي اللي هناك وأهلي وقرايبي ومالي هيضيع علي. فهمت إزاي؟ فقال ما هو النبي منتصر منتصر. فهو اجتهد وكتب الرسالة دي، قال يعني إيه؟ ونزلت سورة الممتحنة مخصوص في القضية دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فهمت؟ أدي إيه سبب نزول سورة الممتحنة في القضية دي. المهم، فإذا فيه يعني في الرسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. يعني ما تفتكرنيش أن أنا خاين أو منافق أو كفرت، لا أنا هقول لك إيه المسوغات اللي عندي. يعني إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني إيه؟ مش من الأسرة، لكن بيني وبينهم بس تجارة معاملات، لكن أنا مش من نفس الأسرة. إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس بيني وبينهم نسب يعني. قال سفيان كان حليفا لهم. ده سفيان بن عيينة بيشرح، سفيان بن عيينة الراوي. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك. رجعنا الكلام بإيه؟ حاطب تاني بقى بعد كده من قاله وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم. وانت قرايبك المهاجرين اللي معك يا رسول الله كلهم دول من قريش، أهليهم هناك محميين محميين بالقرابة، أنا ماليش قرابة، فأنا قلت إن أنا يبقى لي يد عليهم يحموا لي أولادي وأهلي. فهمت؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا، يعني إيه؟ يعني جميل معروف، يدا هنا يعني معروفا أو جميلا، أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لأن هو ده حكمه فعلا لحد يومنا هذا، الخيانة الحربية حكمها القتل على طول. ده لدرجة أن في أثناء الحرب لو الجندي رفض تنفيذ أمر قائده يقتله، لأنه هيعمل فرقة ممكن يكون سبب في هزيمة الجيش، إلى هذه الدرجة يومنا هذا. فهم؟ فدي ده الحكم الشرعي كده، لكن شوف الرسول استثنى أهل بدر من هذا الحكم الشرعي لكرامتهم بقى. يبقى الحكم الشرعي فيه ايه؟ خيانة، خيانة عظمى، يعمل ايه؟ يتقتل. فاهم؟ لانه كان حيتسبب في قتل مئات القتلى لو قامت حرب، فانا اخلص من نفس واحدة احمي بيها مئات النفوس اللي كانت هتقتل. فهمت بقى المسألة؟ ما هو لو وصل الخبر بتاعه لقريش هتعمل ايه قريش؟ هتجيب كل حلفائها وتعمل لك جيش يقابل الجيش، يبقى حرب فيها مجزرة بقى. فما اقتل واحد ولا اسيب الدنيا ويتقتل قدامه الاف؟ فهمت بقى المسألة؟ فسيدنا عمر كلامه مظبوط، قاضي يعني، سيدنا عمر قاضي مش متسرع. سيدنا عمر يقول لي ايه؟ دعني اقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. فقال انه قد شهد بدرا. يبقى بدر، شهود البدر كانت سببا لايه؟ لاستثناء من هذا الحكم، دليل ان اهل بدر لهم حكم خاص، لهم مقام خاص عند المسلمين، مرتبة خاصة عند المسلمين. فهمت ازاي؟ وعند الله وعند رسول الله كمان، اهل بدر دول اعلى الامة. فهمت ازاي؟ فقال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله، يعني وما يدريك يعني سوف اعلمك، يعني الم تعلم، يعني هو انت ما تعرفش ان ربنا قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وانت مش عارف يا عمر الحكاية دي ولا ايه؟ اهل بدر دول فوق الناس، ملناش دعوة بيهم،
لان ربنا رفعهم خلاص، واللي ربنا يرفعه ما حدش يعرف يوضعه ابدا. فهمت بقى ازاي؟ وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئ. ولعل عند كلام النبي وكلام الله معنى تحقيق الحدوث، مش رجاء يحصل ولا ما يحصلش. اما اقول لك انا لعل يعني ممكن يحصل وما يحصلش، الا لما ربك يقول لعل او الرسول يقول لعل يعني تحقق. فهمت بقى؟ يعني لعل بمعنى قد في كلام الله ورسوله، لعل بمعنى ايه؟ قد، التي هي للتحقيق. فهمت بقى؟ مش ربنا بيقول لعله فتنة لكم ومتاع الى حين؟ لعله في سورة الأنبياء، مش كده؟ خدت بالك؟ يبقى لعله هناك في سورة الأنبياء معنى ايه؟ قد كان فتنة لكم، قد كان هذا الأمر فتنة لكم فاختبرتكم فيه ففشلتم وكفرتم فاستحققتم العذاب. يبقى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني استمتعوا بعدم نزول العذاب عليكم لوجود النبي فيكم بالرغم كفركم. فهمت بقى؟ يبقى لعل إذا جاءت في القرآن على لسان الله وجاءت في السنة على لسان نبينا بمعنى قد، التي هي للتحقيق. فهمت بقى إزاي؟ دي قاعدة مهمة في التفسير تمشي بيها على طول، هي ماشية معاك تفهمك حاجات كتير. خدت بالك؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف، قد للتحقيق يعني غفرت خلاص، يعني كأن ربنا قال لهم انتوا مغفور ليكم، حتى لو وقعتوا في بعض الكبائر انا برضو هغفرها لكم، لان بعضهم وقع في بعض الكبائر. انت مش عارف مصطح ابن اثاثه اللي اثار قضيه الافك ونشرها، الافك بتاع ستنا عائشه اللي نشرها مين؟ هو سمعها من اللي تولى كبرها اللي هو ايه؟ زعيم المنافقين. ام مصطح قعد كل ما يقابل واحد يقول له ما سمعتش ايه اللي جرى ويحكي له، ويقابل الثاني ما سمعتش ايه اللي جرى ويحكي له، فنشر. فهمت ازاي؟ فاقيم عليه حد القذف، أقيم عليه حد القذف أهو، يبقى فعل كبير أهو، لأن القذف كبيرة، وهي من أكبر الكبائر، لأنه قذف مين؟ أم المؤمنين كمان، مش أي امرأة. وبرغم من ذلك هو من أهل بدر. يبقى معناه فقد غفرت لكم، يعني لم أعصمكم، بل قد يقع في الكبائر، ولكن هذه الكبائر تقع منكم أغفرها لكم إكراما لكم. فهمت إزاي؟ وعلشان كده قالوا ان اهل بدر لو فعلوا معصية تستحق حدا يقام عليهم الحد، بالرغم انهم اهل بدر، بدليل ان النبي اقام الحد على ايه؟ مصطح ابن اثاثة وهو من اهل بدر، اقام عليه حد القذف وجلده 80 جلد لما نزلت براءة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اهل بدر مستثنين من الامة الا ينفذ فيهم حكم القتل، لكن ينفذ فيهم سائر احكام الحدود. يعني لو واحد فيهم زنا يجلد او يرجم. فهمت بقى ازاي؟ بس برضه ميت على الاسلام ومغفور ليه، لكن احنا لينا الحكم اننا نعمل فيه الحكم ده. فهمت المساله؟ غير القتل. لاننا كان ايه حد القتل؟ قالوا لا ما تقتلوش يا عمر. يبقى ينفذ فيهم كل الحدود الا القتل. ينفذ فيهم كل الحدود الا القتل. دي نقطه مهمه ما عرفناهاش الا من قضيه ايه؟ الافك. فهم؟ لان لو ما جاتش قضيه الافك ومصطح عملها كنا قلنا لا ينفذ فيهم اي حد، كل الحدود لا تنفذ. فلما لقينا حد الجلد تم، يبقى اي حد دون القتل ينفذ فيه. حد فيهم سرق وحشاهم ان يسرقوا تقطع يده، حشاهم وما حد سرق فيهم ولا حاجه، لكن احنا بنتكلم تعليما بس. فهمت بقى المساله؟ فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك، يعني لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واعملوا ما شئتم هنا مش معناه إباحة المحرم، لا، معناه وعد بالمغفرة، وليس معناه إباحة المحرم لهم. فهمت بقى ازاي؟ اعملوا ما شئتم تكريما،
لكن لما بيقول لنا في القرآن لسائر الأمة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم ده أمر للتهديد، يبقى أحيانا يكون اعملوا ما شئتم أمر للتكريم كما قال لأهل بدر، وقد يكون للتهديد كما قال الله لنا في القرآن اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهمت؟ يعني معناه امشي على حل شعرك، ولا معناه احذر؟ فهمت بقى ازاي؟ فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، اللي هو أول آية في سورة الممتحنة أو الممتحنة، تنفع تقراها بالفتح والكسر صحيحان. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان، كأن إيه، فأنزل الله عز وجل ده كلام سفيان ابن عيينة، ويسموه إيه في الحديث مدرج، يسموا الكلام ده إيه مدرج، يعني أدرج كلامه في وسط كلام النبي. تمام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حا قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي، أو أبو مرثد الرابع، أهو ما قال فوق المقداد والزبير وأنا اللي هو سيدنا علي وكمان أبو مرثد، فيبدو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت الثلاثة دول الأول، وجاء أبو مرثد دخل عليه قال له الحق علي والمقداد والزبير روح معاهم. فهمت ازاي؟ فاجتمعوا هناك أربعة. قال بعثني رسول صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير ابن العوام وكلنا فارس، يعني كل واحد على فرس يعني، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. مش كل دي علامات نبوة؟ الموضع ومعها الكتاب ومين اللي كتبه، كل ده علامة من علامات النبوة. وحي وحي يا أستاذ، لأن الوقت يقول لك لا ده ما لا ده مش نبي، ده كان بس حكيم من حكماء العرب، كان رجل كامل قائد ملهم. مش هما بيقولوا عليه كده الكفار؟ لا، احنا بنقولهم لا ده وحي ده نبي، هما يقولوا ده أفضل إنسان على مستوى العالم، وحطوه كده على رأس المئة. الكفار نفسهم شهدوا له ان هو افضل انسان خلقه الله منذ ان خلقت الارض، حطوه على رأس المئة، شهدوا على هذا، لكن على انه رجل معتاد، لكن احنا بنقول هو افضل انسان وهو نبي. هو في انسانيته افضل، وفي رجوليته افضل، وفي ذكائه افضل، وفي حكمته افضل، لكن فوق ذلك ومع كل ذلك هو يوحى اليه. فهمت بقى؟ فالفرق بيننا وبينهم ان احنا نؤمن انه يوحى اليه انه رسول، وهم يؤمنون انه انسان كامل، لكن ما يقولوش ليه بالرساله. فهمت؟ فكل الايات دي والاحاديث دي اللي بنقراها تدل على الوحي. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن ابي رافع عن علي، وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان عبدا بحاطب شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فانه شهد بدرا والحديبية. ودي برضو كرامة لاهل الحديبية اللي شاهدوا لي بيعة الرضوان، اللي هم أهل الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عشان تعرف أن صحابة النبي دول كلهم معظمهم مبشرين بالجنة، الغالبية العظمى منهم مبشرين بالجنة. باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله، وإن شاء الله دي ليس تقييدا ولكنها تبركا، خد بالك تبركا، لا يدخل النار إن شاء الله
من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها؟ قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. لما بيقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم مش هتدخلوا النار، فستنا حفصة بتقول: بس ربنا بيقول في القرآن وإن منكم إلا واردها. هم داخلين في منكم إزاي؟ يبقى بتسأل سؤال استفهام مش إنكار على النبي، عايزة تحل الإشكال الذي إيه حدث عندها، إن خبر النبي قال إن دول هيدخلوا الجنة على طول، والقرآن بيقول وإن منكم، وإن منكم تدل على العموم كل الناس إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى ما تقريش نص آية وتسكت يا حفصة، كملي السياق يا حفصة. فهمت بقى؟ يبقى النبي بيعلمنا ازاي نفهم القرآن، ما اقفش عند آية واحدة، لازم اذكر باقي الآيات حتى افهم. فهمت ازاي؟ لأن ربنا قال بعدها ثم ننجي، وأنا أتكلم أنهم ناجين من النار، ولم أقل أنهم لا يرد عليه. أنا بتكلم في حاجة وأنت ذهنك راح لحاجة تانية. فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلم، ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.